تمام الخامسة ونصف، أهلا بكم مشاهدينا لهذا الموعد الإخباري، وتشاهدون فيه بعض لحظات. ميناء الصيد البحري بقليبيا إشكاليات تنظيمية ولوجستية تقلص من مردود القطاع. مؤشرات تكشف خطورة التلوث بمنطقة الحوض المنجمي ومطالبة بحلول عاجلة. الفنون التشكيلية بالفضاءات الأثرية خروج عن المألوف وتعريف بقيمتها التاريخية. مرحبا مجددا. أفادت وزارة الشؤون الخارجية اليوم بأن مصالحها أجرت اتصالات مع السلطات الليبية لتحقيق والمطالبة بإطلاق سراح 54 بحارا اعترضت قوات خفر السواحل الليبية مراكبهم الثلاثة واقتزتها باتجاه ميناء الزاوية الليبي. الوزارة أوضحت في بلاغها أنها كونت خلية تحت إشرافها تضم ممثلين عن الوزارات المعنية، ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه المسألة وإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات الليبية لضمان عودة البحارة التونسيين إلى أرض الوطن. وزارة الدفاع الوطني كانت أعلنت الثلاثاء الماضي اعتراض طريق ثلاثة مراكب صيد تونسية، أكدت أن وحداتها من جيش البحر تدخلت وتمكنت من إطلاق سراح مركب صيد تونسية يحمل اسم الحاج سعد اثنان، فيما تستمر المفاوضات بخصوص إطلاق سراح المركبين المتبقيين. يعاني ميناء قليبيا وعلى أهميته من تواصل عدد من الإشكاليات به على غرار توسعته وتحسين وضعية البحارة والعاملين به، وضع دفع المهنيين إلى عادة طرح جملة المشاكل التي تعرقل نشاطهم آملين في إيجاد حلول بديلة لذلك. ميناء مدينة قليبيا تتواصل إشكالياته القديمة الجديدة، فوعود التوسعة لم تتحقق بعد رغم توفر تمويلات المشروع، إضافة إلى مصاعب أخرى تتعلق بنشاط الصيادين. عملنا مطلب في توسيع البرط وتصليحه مصبوبين بالفلوس نتاعو، تبقينا لليوم هذا عملوا مرتين مشاركة وما حد يقبل. عندنا توكيل المعضلة الكبيرة هي الزونينج. يعني فما حدود على قليبيا انه جماعه منطقه رقم واحد، ومشكله قليبيا جات هي الفاصل بين منطقه رقم واحد ورقم اثنين، ولذلك هذه ولات مشكله كبيره برشا، لانه اصل حتى باب البرد في منطقه رقم اثنين وهو عنده رخصه منطقه رقم واحد. جيو للرافعه، الرافعه اليوم من عام 87 عمرها ما تصلحت. مساله الراحه البيولوجيه والمحافظه على الثروه البحريه لم تزل على حالها، لتشتد معضلة تقسيم مناطق الصيد لتصبح الهاجس الأوحد للصيادين. الإشكال عندنا أولا إشكال أنا في صيد البوسيب، كل عام من 2005 تقريبا، يعني كل عام يعني يفرضوا علينا راحة بيولوجية على فترتين، هي فترة شهرين وفترة شهر. عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري والموارد المائية أقر بأن الإشكال يكاد تتقاسمه جميع موانئ الصيد. الواقع من الصيد البحري راهو خص بمجلس وزاري خاص، جلسة تناولت جميع مشاكل البحارة، منها الوقود المدعم وزدنا 5%، منها إشكاليات تسوية وضعيات المراكب وانطلقنا في التسويات. الإشكالية الثالثة بميناء قليبيا هو الاكتظاظ، وضع هام جدا وعندنا توسع فيه. الرافعه اشكاليه تبقى 2017 مع اول 7/2017 تكون حاضره. بالنسبه للزونينج هو موضوع بحث علمي، لابد في الوضع الحالي توا مع استمرار تدهور المنتوج نتاع البحر لابد باش نبقى الحاجه، لكن هذا كله ان شاء الله نشوفوا ما هي الحلول البديله. وقد عقد مهني الصيد البحري طاوله مستديره مع الجهات المعنيه للتباحث في مشاكل القطاع، سيما تلك المتعلقة بمناطق الصيد وقضية تقاسم صيد سمكة التونة بالتساوي. في الملف الصحي، يعاني المستشفى الجامعي سهل البسوسة من كثرة الاكتظاظ، ما يثير حالة من التذمر والغضب في صفوف المواطنين، وضع ترافقه عدة تساؤلات حول وضعية المؤسسات الصحية والاستشفائية والتي لابد من مراجعة عدة مسائل هيكلية حتى لا يؤثر ذلك على سير التداوي والعلاج. 8000 زائر يؤمون المستشفى الجامعي سهلول يوميا من مختلف ولايات الجمهورية، ما يسبب اكتظاظا هناك ينجر عنه طول الانتظار وكثرة التذمر. نفس السيرفيس كانت، ما تبدل شيء جديد،
شوف العباد كيفاش تصل نص ساعة وعاود شديد صف مرة أخرى نص ساعة ما فهمش كل اكتظاظ برشا سامحني طب كيفنا احنا جرح الثورة هم البطاقة البيضاء هاي فهمتني نجيو أول وحيد نجيو الستة بتاع الصباح فهمتني نروحوا تقريبا مدي ساعة ولا نصف النهار ما فهمتش عليه السبيطار هذا فيه 50 ولا 60 سيرفيس شوف قديش من قباض التسجيل فيه 4 يلتقي المرض مع الوقوف مع طول الانتظار فتعلو آهات الألم لدى كبار السن راجل كبير كما هذاك ولا كما هذاك على كاكس كل شيء قسم كبير للناس كبار معنا يقيدوا حدا ما يشدوش صف مع اللي يجي خرجت من امس هاك تشوف في حالتي ورجلي وجعتني وكل شيء وهاك تشوف فيها من 7 نتاع الصباح وانا مقرد في لهنا يعطوا على الاقل الانسان كبير والانسان مكسر والانسان كذا يعملوا لنا وضعيه يصلحوا لنا الوضعيه وبقسمي جراحة العظام وأمراض الكلى وتصفية الدم يشتد الازدحام ومعاناة المرضى أنا مريضة عندي التهاب عندي 3 فقرات هربين على بعضهم عام طو من عام 2015 وين نعدي ما تشوف حالة إشكالية في العيادة الخارجية الجديدة هي تبنات بعد الثورة بالضبط وما كانش المقاييس كانت مطابقة للمواصفات نحبوها باش يستاسع ويلقى المريض راحته عندنا ازدحام ما احنا منظمينه نقلنا تشكيات الزائرين والمرضى ومطالبهم إلى إدارة المستشفى فكان الرد التالي هناك عيادة وحيدة تقريبا فيها الازدحام هي عيادة جراحة العظام والكلوميات بالنسبة للعيادات الأخرى وكما شاهدت تو بالعكس ظروف الاستقبال أعتقد أنها طيبة المواطنين معناها عندهم مكان فسيح ينجموا يقعدوا فيه يرتاحوا فيه إلى غير ذلك تبقى إشكالية جراحة العظام والكلوميات المستشفى يستقبل أكثر توليوم مثلا استقبل أكثر من 250 مريض في عيادة جراحة العظام والكلوميات وحل يكمن في أنه نبرمجه وهذا اللي ماشي فيه وزارة الصحة أنه الخط الثاني يقوم بدوره في هذا الاختصاص ورغم تعزيز المستشفى الجامعي سهلول بأقسام عيادات خارجية وتجهيزات جديدة إلا أنها لم تحد من ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منه العيادات الخارجية القديمة في انتظار حلول جذرية بيئيا يهدد التلوث الهوائي صحة سكان معتمدية المظلة من ولاية قفصة ذلك ما كشفته النتائج الأولية لمشروع مراقبة جودة الهواء بالمنطقة ما يؤكد ضرورة الإسراع في إيجاد حلول للحد من التلوث الناجم عن نشاط المجمع الكيميائي عرض النتائج الأولية لمشروع مراقبة نوعية وجودة الهواء بمدينة المضيل الذي انطلقت جمعية سويس بيئة في إنجازه منذ سبتمبر الماضي ويتواصل على امتداد السنة ونصف أظهر مؤشرات غير مطمئنة حول درجات التلوث الهوائي التي فاقت المقاييس المعتمدة وطنيا ودوليا احنا كيف قسنا يعني 4 ملوثات فلقينا اللي ثم بالنسبة 3 ملوثات اللي هي ما تتجاوزش المعايير التونسية اللي هما السيو الانو دو الاس او دو تحاليل ورات احنا نجاوزوا بحوالي معدل نتاع 30% تقريبا معية وسواس بيئة التي انطلقت في عملها من خلال تركيز 8 محطات وسط مدينة المضيلة لقيس مستويات التلوث الهوائي اعتمدت اساسا على مؤشري الغبار والغازات الملوثة في الهواء انا تيست مرة الاولى في 3 ولا 4 بلايص خرجنا معناها خاطر المعمل كان ما يخدمش كان ثم اضطرابات ثم الفصلات مش موجود وكان المضيل الحابسة وعملنا نتائج أولية وباش نكملوا لمدة عام ونص نخدموا للخدمة دي الموجود في داري نرقد من نجمش نفس وهكذا تشوف حتى في الصوت متاع هذا الواحد من المجموعة لكن في قفصة كاملة نمشوا للسبيطارات من سوسة وتونس وصفاقس لأجل معالجة الأمراض هذه انتشار العديد من الأمراض التنفسية والجلدية بمدن الحوض المنجمي وتلوث البيئة والمحيط جراء الإفرازات الغازية لوحدات المجمع الكيميائي ومغاسل الفوسفات دفع بعدد من الجمعيات ونشطاء المجتمع المدني إلى فتح حوار جدي حول المسألة تحدية كبرى تنتظر ملف المالية للسنة القادمة حيث من المنتظر أن يشرع مجلس نواب الشعب غدا في مناقشة قانون المالية لسنة 17 و2000 وفي هذا الإطار مثل المنتدى الرابع للجباية في قوانين المالية زمن الأزمات الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بصفاقس الفضاء الذي طرح فيه الخبراء البدائل والرهانات قبل يوم من شروع مجلس نواب الشعب في مناقشة قانون المالية لسنة 17 و2000 جمع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بصفاقس أطرافا عديدة للتباحث حول موضوع قوانين المالية في زمن الأزمات حبينا نعرفه كذلك
ما هو تموقع تونس معناتها في بالنسبة لبعض البلدان اللي مرت بأزمات، وحبينا نشوفوا ما هي التجارب اللي صارت اللي هي وكيف هما خرجوا من الأزمات هذه. ومشروع مالية العمومية لسنة 2017 مندرج في هذه الصعوبات، يعني قدمنا بعض الاقتراحات باش نتحدثوا اليوم مع خبراء اقتصاديين وكذلك متدخلين في الشؤون الاقتصادي باش نحاولوا نتحدثوا معهم ونحاولوا نقنعوهم بمشروع القانون المالي هذا. اليوم عندنا زوز ازمات، عندنا الازمه الاقتصاديه يلزمها جبايه، دونك هذاك علاش نحكيوا على جبايه الازمه، لكن في المقابل الجبايه هي في ازمه. معناها كيف يمكن وما هي الحلول لحل ازمه الجباية في تونس؟ حل أزمة الجباية في تونس من خلال مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمجلس الوطني للجباية، ومن خلال إعادة هيكلة الإدارة. هذوما زوز عمليات معناها إصلاح استعجاليين حسب رأيي لازم نبدأ بهم بعد نمشيو للأمور التقنية الأخرى. المطلوب هو نطبق النصوص الموجودة ونعمل المراقبة. المعضلة متاعنا معضلة مراقبة، مش معضلة متاع نصوص جديدة، لأنه الإكثار من النصوص الجديدة يعقد المنظومة وما يساهمش في تبسيطها. المنظومة متاعنا ولات معقدة، والتعقيد هذا هو سبب التهرب الضريبي. المنظومة الجبائية في بلادنا يرى بعضهم أنها غير عادلة، وأن التهرب الضريبي هو ملف وطني بامتياز، وجب البحث عن حلول توافقية لحلحلته. نبقى في صفاقس، أين عبر اليوم عدد من نواب التأمين وبمساندة من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالجهة عبروا عن رفضهم لما جاء في مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجالات التأمين. وقفة احتجاجية نواكب من خلالها بعض الاعتراضات والمطالب للمحتجين في النقل التالي. نفذ اليوم عدد من نواب التأمين بصفاقس وقفة احتجاجية رافضين ما جاء في مشروع القانون المتعلق بتنقيح مجالات التأمين. التنقيحات اللي باش تمس مجال التامين هذه شفنا كنواب تامين في كامل الجمهوريه مش كان في صفاقس بركه، انها باش تمس من جوهر مهنه نائب التامين، وحسينا اللي هو التراجع على ما تم امضائه في 1 اكتوبر 2015 من قبل الهيئه مع جميع الاطراف المهنيه بخصوص عقد تسميه اللي يمس معناها المندا او المده النيابيه بالنسبه لنائب التامين. في المشروع القانون هذا يقول معناها لاجريمور الرخصة للنائب العام للتأمين، الرخصة تتجدد كل 5 سنين. هذا ما شفناهش حتى في البلدان المتقدمة. معناها 5 سنين ويزمك في المشروع نتاعهم قبل ب 30 يوم يزمك تجدد، تطلب التجديد، وإذا كان ما تجددش معناها ينجم ينحي لك لاجريمون بور ان وي بور نو، ينحي لك لاجريمون. ويبلغ عدد نواب التأمين في صفاقس 120 نائبا من أصل 1000 نائب تأمين في كامل الجمهورية. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمبادرة، نواكب فعاليات اليوم الإعلامي حول المبادرة النسائية لبعض المؤسسات بولاية المهدية، لقاء خصص للتعريف أكثر بآليات وهياكل دعم المشاريع. التعريف بهياكل وآليات دعم وتمويل المشاريع هي أبرز ما جاء في اليوم الإعلامي حول المبادرة النسائية لبعض المؤسسات بالمهدية. خممنا في اليوم هذا على خاطر خصوصية الجهة، فما برشا مبادرات نسائية، فما برشا نساء خاصة في المناطق الداخلية للولاية اللي عندهم صنعة في يديهم، عندهم الخبرة، عندهم أفكار، عندهم القدرة اللي هم باش يخلقوا موارد رزق لرواحهم، لكن المشكلة مع المعلومة ماهيش موجودة، يقول لك لشكون نتوجه، شنو آلية التمويل اللي خاصة بيا. ورشات حول أهمية التجارة الإلكترونية ودعم الاقتصاد التضامني للمبادرات النسائية انتظمت بالمناسبة، وأمنها إطارات من البريد التونسي وأساتذة من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية. قمنا في الندوة هذه بتعريفهم بآليات التسويق الجديدة، كيف كيف حاولنا نخلق شبكة علاقات للطالبات هذوما عن طريق تنظيم زوز ورشات عمل. ممبر في كلوب في زيت مهدي تاع كرياسيون انوفاسيون تكنولوجيك، يهتم برشا باش يوري الطفلة والمرأة معناها في الكرياسيون في لونتربرونوريان فيمينين، فهمت؟ اللي المرأة تنجم توصل بشهادتها وإلا ما غير شهادتها تنجم توصل تعمل ان بروجي. كما انتظم على هامش هذا اليوم الإعلامي معرض لبعض منتوجات باعثات المشاريع. يعني أنا عندنا بحارة صغار ونساء البحارة اللي في الدار اللي هم يقوموا بعملية تشيح وتمليح تاع البرودويات اللي طراو فيها هذوما. دونك فينا البطالة، فينا البحارة، فينا نساء في الدار، وفينا اللي الدبلومي. أنا واخذ الدبلوم تاعي في الكونتابيليتي، ليسونس تاع في الكونتابيليتي، إزات مهدية. أما الفكرة اللي بديتنا من المشاكل اللي صايرة للبحارة الصغار اللي هما ما ينجموش يسوقوا المنتوج نتاعهم. أنا متحصلة على الأستاذية في العلوم الطبيعية،
ما خدمتش في بدايتي، كبرت صغيراتي، وبعدين كي حبيت ندخل المجال الشغل حبيت ننتصب الحساب الخاص. فما شكون قاموا بتجربة زراعة اللوفة في تونس، وانا واللي اخذت من عندهم وصنعتها. السوق والشغل بالاخص الاستثمار الخاصه فما في تونس، مازال فما برشا مشاريع تنجم تخدمها العباد، فهمتني؟ شنو شويه صبر. يبدو ان التشجيع على الاستثمار بات اليوم من الخيارات بل من الاولويات الاقتصاديه في تونس، بغايه خلق فرص شغل جديده قد يكتب لها النجاح متى لقيت الاحاطه والدعم. ظل علاقة متوترة بين التونسي والإدارة، تسعى وزارة الوظيفة العمومية لتحسين الخدمات الإدارية ببعث إجراءات جديدة قد تساهم في تغيير الوضع وتحديث الإدارة وضمان خدمات أفضل للمواطن. الارتقاء بدور الإدارة التونسية وإرساء مناخ ثقة بين المواطن وعون الإدارة وتحسين كل الظروف المحيطة بها من جميع الجوانب هي أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة والوظيفة العمومية التي تم طرحها في الندوة الإقليمية بأحد النزل بجرجيس من ولاية مدنين. المضمون متاعها كان قائم على مقاربة تشاركية وتضمنت ثلاث أهداف. الأهداف هي ضمان جودة عالية للمواطن الحريف، مناخ إداري ملائم متطور وملائم لممارسة الأعمال، وإدارة عمومية ناجعة. الأطراف الحاضرة من الإدارة العمومية من ولايات الجنوب التونسية أكدوا أن هذه الاستراتيجية تنجح بمدى تطبيقها على أرض الواقع ومراعاتها لخصوصية كل جهة، بالإضافة لمراجعة النصوص القانونية. شفنا لأنها ممتازة جدا وعندها أمال إذا كانت نوصل باش نطبقوها على أرض الواقع. يهمنا أننا نقترح مقترحات عملية، يعني مش نظرية، تنجم تطبق في خاصة نحن يهمنا البلديات والمؤسسات بصفة عامة العمومية الأخرى. ولتكريس مبدأ المصداقية وتحويل ما هو نظري إلى تطبيقية، أكد وزير الوظيفة العمومية لدى حضوره هذه الندوة على جملة من الإجراءات العاجلة. هاو فاش تتمثل؟ أولا عندنا دور خدمات، شنو اللي فيها؟ تتوفر الخدمات الأساسية للمواطن باش تقرب منه الخدمة، هذا إرجاع علامة مرحبا. عملنا لجنة في وزارة الوظيفة العمومية، اللجنة هذه اسمها لجنة متابعة جودة الخدمات وتقييمها. شنو دورها؟ هذه ما عاد زيارات فجائيه يقوم بها الوزير، لانه تصير مره في شتول اللجنه هذه اللي تتنقل. اللي سمعته به الاجراء الاخراني عوده بعض الادارات للعمل يوم السبت، ضيعنا برشا وقت. تونس تحتاج الى كل دقيقه اليوم في المرحله الحاليه. وتعتبر هذه الندوه الاقليميه الثانيه من جمله اربع ندوات ستختتم بعد ذلك بندوه وطنيه يوم 20 من شهر ديسمبر القادم لاصدار وثيقه ستقدم على انظار مجلس نواب الشعب بعد اخذ كل المقترحات من مختلف الأطراف الفاعلة في مشروع هذه الاستراتيجية. في موضوعنا آخر الآن، إشكاليات بالجملة تم طرحها من قبل الطلبة أثناء زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمؤسسات الجامعية بولاية جندوبة قصد إيجاد حلول لتوفير ظروف ملائمة للتدريس. إشكاليات توزعت بين غياب الأمن بالمحيط الجامعي وضيق المطعم الجامعي إلى جانب نقص إطار التدريس. أمن طلبة المؤسسات الجامعية ونقص التجهيزات والبناءات الضرورية وانعدام الوسائل التكنولوجية إشكاليات طرحها عدد من طلبة المؤسسات الجامعية بجندوبة خلال لقائهم وزير التعليم العالي. المطعم يعني غير كافي، العدد بتاع طلبة اللي يجيوا يشتركوا في نفس القاعة واحدة، يمكن فما بعض المشاكل الأمنية اللي فما ناس متطفلة على الجامعة قاعدة تدور هوني في الإطار الجامعة، هناك فقر تكنولوجي في الجامعة هوني في جندوبة. من جهتهم تذمر مديرو المؤسسات الجامعية بولاية الكاف وسليانة وباجة وجندوبة من عزوف إطار التدريس عن الالتحاق بمؤسسات الجهة والإشكاليات التي يطرحها الإشراف المزدوج على بعض المؤسسات. احنا مثلا كي نتكلم على المعهد العالي العالمي بالكاف، صفر من أساتذة التعليم العالي، تم عزوف كبير معناها من الأساتذة معناها وما تماش انتدابات، وذاك علاش نلتجيو إلى الأساتذة العرضيين والأساتذة معناها المتعاقدون، لكن على مستوى معناها التدريس ومستوى معناها المصداقية لشهادة التعليم العالي لا
لابد أن الطالب وقت يدرس يدرس معناه في إطار تدريسي معناه يعرف أنه أساتذة جامعيين لهم من الكفاءة. وزير التعليم العالي سليم خلبوس كد العمل على تدعيم المؤسسات الجامعية بإطارات التدريس. الحلول ماهيش حلول عاجلة وحلول إجبارية. علاش؟ على خطر معناها الخبرة عطات اللي وقت اللي تجبر الأستاذ ماهوش باش يعطي العطاء اللازم للطلبة أمتاعه. ولذا احنا قاعدين نلقاو في حلول هيكلية، حلول استقطاب الطلبة واستقطاب الأساتذة. يزم يجي خطر هو يحب يجي. اليوم قاعدين نخدموا على أمور تنموية أكثر منها من أمور علمية باش نستقطبوا هالأساتذة هذوما. وتضم جامعة جندوبة 13 مؤسسة تعليم عالي تستقطب أكثر من 20,000 طالب. في ورقتنا الثقافية يوم فقط يفصلنا عن الحدث الثقافي الذي من المنتظر أن تحتضنه تونس غدا أيام قرطاج المسرحية. تظاهرة ثقافية انطلقت بالجهات الداخلية تحذيرا للحدث، حيث انتظمت ندوة دولية بصفاقس حول عناصر التجديد في المسرح العربي بين تحديات الراهن ورهانات المستقبل. المحطة العلمية في الدورة الأولى للمهرجان العربي للمسرح بصفاقس توقف فيها جامعيون وأدباء من عدد من الدول العربية للتباحث حول وضعية المسرح العربي. اليوم العالم العربي يعيش مسألة حياة أو موت. نص العالم العربي مدمر، العالم العربي مهدد، الأرض كل شيء مهدد بالحروب والدمار، والقيم الماضي مهدد والحاضر مهدد والمستقبل مهدد. من هنا أرى أن الدور المسرح يتجاوز كل الأدوار التي لعبها في الماضي. تحديات الراهن ورهانات المستقبل، ويكفي أن نقف عند كلمة تحديات ورهانات، فإننا نكتشف أننا نتكلم على المسرح الآن وهنا، ونتكلم على المسرح كذلك في مستقبله، أي في الأيام القادمة كيف سيكون هذا المسرح، وهل أننا نحن الآن نخطو خطوات حقيقية في اتجاه بناء مسرح عربي يكون استجابة للمتلقي العربي في وضعه الراهن اليوم وهنا. الندوة شارك فيها بالحضور وبالمداخلات مسرحيون وممثلون يهمهم الاقتراب أكثر من نجاعة الفعل المسرحي. هو يعاني طبعا، شأنه شأن المسرح في العالم كله يعاني من بعض المشاكل، ولكن هذه المشاكل عندنا في عالمنا العربي أكبر من بقية العالم. ماشي يعني المسرح مع مشاكل. توا شباب معنا ما شاء الله مبدعين، لكن في حاجة النصوص جيدة جدا، لأن بدينا في الارتجال بدرجة كبيرة برشا اللي خلى الشيء ممكن مسرح يبعد شوية للجمهور. سوريا، لبنان، العراق، الجزائر، السودان، إضافة إلى تونس، مشاركات متنوعة، المدارس والأركاح للبحث في مسائل مسرحية قد تظل طويلا محل جدل وحركة طالما واقع المعيش اليومي العربي لا يعرف الاستقرار. من الفن الرابع إلى الفن التشكيلي، ونتحول إلى قرية شناني بتطاوين، أين نزور فضاء فنيا يتمثل في معرض تشكيلي جديد. مبادرة فنية من شأنها أن تعزز الأنشطة التشكيلية التي بدورها أن تدعم المشهد السياحي بجهة تزخر بعديد المعالم. في مبادرة هي الأولى، فضاء مهيئ قادر على احتضان معارض الفنون التشكيلية بالمواصفات الفنية المطلوبة يتم إنجازه بقرية شنني بولاية تطاوين من قبل أحد الفنانين التشكيليين أصلي المنطقة. أول مرة ممكن يصير ممكن عدد كمن هكا في الصالون اللي هم أكثر من 30 عارض، يعني فنان لتو، يعني نجم تقول يعني حاجة باهية في تطاوين اللي تلقى العدد هذايا. الرواق هذايا هو في شنني، لكن باش نزيدوا على الأقل نعرفوا أكثر بشنني، ويجيبنا أكثر فنانين على الأقل ممكن يشوفونا شنني بنظرة أخرى. 33 فنان تشكيلي أصيلي تطاوين يشاركوا في التظاهرة هذه، وأعتقد أنه الافتتاح سالون كان في مستوى انتظاراتنا، وإن شاء الله مستقبل نشاط السالون يكون
متميز. وفي أول نشاط فعلي لهذا الفضاء المختص، دورة جديدة للصالون الجهوي للفنون التشكيلية تنتظم بأروقته، لاقت استحسان الفنانين التشكيليين والجمهور المتابع لهذه الأعمال الفنية. هذا قبل ما يكون فضاء معناها مهيئ وكمعناها يعتبر جاليري من الأشياء اللي هي تمت على ثقافتنا في الجهة، هو ساحة مريحة للمبدعين في الجهة. المغامرة الأساسية بالنسبة لي أنا أن يكون فضاء خاص لفنان يفتح مجال لبقية الفنانين أن يعرضوا سواء من الجهة أو من خارج الجهة في هذا المكان. في قرية شنني معالم حضارية سياحية وثقافية وفضاء جديد سيعزز رصيد المنطقة كوجهة سياحية مميزة في الجنوب التونسي. الفن التشكيلي آخر محطاتنا الإخبارية لليوم مشاهدينا، ونذكركم بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. ميناء الصيد البحري بقليبيا إشكاليات تنظيمية ولوجستية تقلص من مردود القطاع. مؤشرات تكشف خطورة التلوث بمنطقة الحوض المنجمي ومطالبة بحلول عاجلة. الفنون التشكيلية بالفضاءات الأثرية خروج عن المألوف وتعريف بقيمتها التاريخية. نقطة الختام مشاهدينا لهذا الموعد الإخباري، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.